المكسب الابرز بقى الشوط الثاني بالتحديد امبارح، مستر مارتين لاسارتي اتكلم بصراحه، يعني حسيت ان في شغل كده بيتعمل في الشوط الثاني، حسيت ان في كوتش في الملعب. افتكرت شويه كده حاجات مستر مانويل جوزيه لما كان بيطلع لعيب من نص الملعب ويهاجم وهو عايز يكسب، خلاص ما قداموش غير ان هو يكسب، طلع لعيب من نص الملعب ونزل حد في خط الهجوم او كبلاي ميكر مثلا، طلع لاعب من الدفاع وينزل لعيب في الهجوم. شفنا فتره من فترات مع مستر مانويل جوزيه وائل جمعه النجم الكبير جدا المدافع القوي جدا كان بيلعب مهاجم في بعض المباريات عشان الاهلي كان عايز يكسب. امبارح ميزه من مميزات هذه المباراه او مكسب من مكاسب هذه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي اداره مستر مارتين لاسارتي في الشوط الثاني للمباراه، فعلا التغييرات فرقت بشكل كبير ورجحت كفه النادي الاهلي وادت لفوز النادي الاهلي بالمباراه والهدف المتاخر لعلي معلول. فبالتالي اكيد يعني امبارح كان في شغل كويس جدا من الجهاز الفني من مستر لاسارتي، وبرده كل جمهور النادي الاهلي عنده الثقه الكامله في مستر لاسارتي في المرحله دي ان شاء الله باذن الله يكون هو السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري.